بالحبر الجديد مع صحف ومواقع عربية وعالمية في عناوين الميادين نت مع كل جديد. وفي الحدث هذا اليوم استئناف المفاوضات في فيينا حول النووي الإيراني، أي مسار للحوار في ظل استمرار الضغوط الأمريكية؟ وهل تسهم أزمة الطاقة في خضوع الغرب لشروط طهران؟ مع رئيس تحرير جريدة الوفاق الإيرانية مختار حداد. بالحبر الجديد يأتيكم يومياً الساعة 11 قبل الظهر بتوقيت القدس الشريف.